فأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني. لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا حنان وأهلا بيكم. هبدأ معاكم روتين شتوي، يوم شتوي وصباح شتوي وفطار كمان شتوي. دي بليلة أنا كنت يعني بعملها وبشيل منها اللي بيفضل في الفريزر، طلعتها من بالليل وحطيتها في رف التلاجة، والصبح قلت أفطر بيها. حطيت عليها شوية حليب شوية صغيرين كده، هي بتنزل مية، يعني الكتل اللي بتبقى فيها دي لما بتدوب بتعمل مية، وهحبشها بقى. بص انا بحب احط عليها ايه، كل الحاجات اللي بتبقى موجودة عندي. بحب احط عليها قرفة، يعني انا بتفكرني لما بحط عليها قرفة بتفكرني برز بلبن، مش عارفة ليه. وبحط عليها معلقة عسل نحل، وبص سخنة ازاي، خطيرة في الشتاء، اكتر حاجة بتدي الواحد طاقة وبتدفيه كده. انا بحبها هي والشوفان بالحليب برضو. حطيت عليها زي ما انتوا شايفين كده معلقة من العسل، وبحط عليها جوز هند. انا جوز الهند اللي عندي لقيته كده اللي هو بيبقى قطع كبيرة، مش اللي هو مبشور خالص، انا بحب ده اكتر على فكرة. والزبيب اللي انا نضفته معاكم، واحنا ما بنرميش حاجة، احنا كل حاجة بنستغلها. بصوا الحمد لله رب العالمين، ما بقاش فيه اي حصى خالص. الوقت ده بعد ما الولاد نزلوا على طول المدرسة، انا الحمد لله مش بنام، بقعد صاحية، ولما هما بيجوا بريح شوية كده وقت العصر وبننام بدري الحمد لله. بصوا بقى العدة بتاعتي قاعدة زي ما هي، الرسمة اللي انا وعدتكم ان انا اوريها لكم اهي، يعني هي مش عارفة واضحة بالنسبة لكم قوي ولا لا، بس انا عشان بحب ارسم خفيف كده الاول، وفي التلوين الرسمة بتبان اكتر يعني. واحمد ربنا يبارك فيه طبعا شاركني وقال لي انا هرسم رسمة زي اللي انتي رسمها بالظبط، اللي تحت دي بتاعته واللي فوق دي رسمتي انا. تعالوا اوريكم المقلمه دي، حاطه فيها طبعا الاقلام والاستيكه والحاجات كلها بتاعتي. العلبه دي علبه موبايل على فكره، بس انا بحب استخدمها، حاطه فيها الالوان اللي انتوا شايفينها دي. الالوان دي عشان هي بتعمل لون جامد، يعني ممكن توسخ اي حاجه، فبحب احطها في حاجه كرتون زي كده. بصوا يعني اليوم اللي بحب ألون فيه مش بحب أكون بعمل حاجات كتير، يعني لأني بحب أقعد كده في روقان، والألوان دي بتطبع في الإيدين زي، يعني بصوا بتخلي الإيدين كده إيه فيها لون، فمش بحب أكون إيه بعمل أكل في يومها، أو يعني بحب بروقان، بحب ألون بروقان. غير إن أحمد قال لي اليوم اللي أنت تلوني فيه ما كنش في المدرسة، لازم أقعد وألون معاكي. فانا بس ايه مستنياه يوم كده يبقى قاعد معايا الصبح، ونبدأ نلون فيها مع بعض ان شاء الله. اذا حابين اصور لكم جزء واحنا بنلون اصور لكم قولولي في التعليقات. يلا نتوكل على رب العالمين ونبدأ. دخلت هنا على اوضة نور واحمد، الاوضة دي بينام فيها احمد ونور، وساعات انا بنام فيها معاهم، وماما لما بتيجي بتنام معاهم برضو فيها، هو السرير كبير فبيقضينا كلنا الحمد لله. دي الهدوم اللي هم قلعوها يعني، ولبس هدوم المدرسة، بس هي دي كلها هدوم خريفية خفيفة، والجو بدأ يسقع، فأنا النهاردة إن شاء الله هرص يعني الهدوم الشتوي في الدولاب. أنا مطلعاها ليا فترة من أول ما يعني دخلنا في شهر 11، بس الدنيا كانت سخنة يعني مش قادرين نلبسها الهدوم الشتوي، فكنت ركناها كده على جنب ومستنية إن أنا إيه أحطها في الدولاب. امبارح بالليل اخدت الهدوم كلها الصيف اللي في الدولاب وشلتها، وقلت الصبح ان شاء الله اكمل بقى المسيرة واحط الهدوم الشتوي في الدولاب. خدت الفرش بتاعهم وهشمسه. اول حاجة هبدأها طبعا قبل ما اعمل اي حاجة، هلم كل الحاجات اللي موجودة على التسريحة او على المكتب بتاع نور، عشان هبدأ بقى ايه انظف الاول وبعد كده هرص الهدوم. قولولي بتحبوا الفيديو في حدود كام دقيقة؟ يعني أنا ساعات لما بيوصل معايا ل 15 دقيقة أكتر، وأكتر من كده 17 أو 18 زي الفيديو ده، بحس إن هو طويل قوي، يعني ممكن تحسوا بملل. قولولي لو بتحسوا بملل أقلل شوية من وقت الفيديوهات. بصوا البنات دول والله عسل، كل الحاجات اللي موجودة عندي على التسريحة بلاقيها بتمشي وبتيجي هنا على التسريحة عندها، إزاي مش عارفة؟ اقول لها يا نور يا نور الحاجه دي مش هي عندي على التسريحه، تقول يا ماما
مشيت وجت عندي على التسريحة، هي بترجعها لي تاني مفيش مشكلة، بس بفضل انا ادور عليها، ابص عليها هنا وابص عليها هناك. نور عندي ربنا يبارك فيها في الصف الخامس الابتدائي، فعندها امتحانات الشهر بتاعت نوفمبر، فالدنيا مكركبة عندها شوية. بصوا الرسمة دي هي رسماها، كان عندها زي كده تقرير عن روبوت فعملتها. فبصوا المكتب بتاعها، هي عيني عادة والله بتيجي من المدرسة تقعد ترتب فيه، وعلى آخر اليوم بترتبه برضه، بس هي عندها امتحانات الأسبوع ده. وأنا قلت لها إيه، بصي أهم حاجة تركزي في المذاكرة بتاعتك، انتوا عارفين سنة رابعة وخمسة يعني غلسين، بس هي خمسة الحمد لله يعني أفضل شوية من رابعة، أحسن شوية من سنة رابعة، مع إن سنة رابعة برضه والله أنا ما كنتش شايلة لها هم خالص يعني، وعدت الحمد لله بسلام وأمان. بس هي الناس بتحب إيه، تعمل هوجة كده، قعدوا يتكلموا على سنة رابعة سنة رابعة، والله الحمد لله يعني كانت سهلة وبسيطة، بس هي المتابعة أهم حاجة أول بأول. الفرشة دي تحفة، استخدمتها معاكوا قبل كده في غسيل السجاد، ولكن دلوقتي انا مش هغسل السجادة ولا اي حاجة، انا بس ايه بنضفها الاول من الفتل والشعر والحاجات والوبر اللي بيبقى موجود فيها. بصوا الكمية فيها قد ايه، برضو بأكد عليها تاني، هتطلع تاني السجاد دايما بيلم من كل حتة، والشعر اللي بينزل مننا ومن البنات في البيت حاولوا دايما تنضفوه بمقشة زي كده تكون خشنة مش مقشة، بالفرشة اللي زي كده أو الفرشة العادية اللي هي مش بإيد طويلة، الفرشة اللي هي بتاعة السجاد العادية اللي بنبقى ماسكينها دي واحنا في الأرض، برضو هتلم شعر معاكو كتير. شلت هنا السجادة وهكنس الأول التراب. إذا بتحبوا المكنسة أول ما تشغلوها تطلع ريحة حلوة كده، عادة المكانس بيبقى ليها ريحة مميزة، أول ما بتشغلها بتطلع هوا كده سخن ليه ريحة معروفة ان هي بتاعت المكنسة بالكهرباء. عايزين تتخلصوا من الريحة دي تماما، الكيس بتاعها اللي جوه بعد ما تغسلوه كويس قوي من التراب وتفضوه تماما خالص يعني، شوية مية وفيها شوية معطر، اي حاجة بتستخدموها يعني، انا بستخدم فيلفيتا اللي وريتهولكوا قبل كده، بحط شوية صغيرين خالص وانا بشطف الكيس، بيخلي المكنسة اول ما بتشتغل بتطلع ريحة نظافة كده. انا همسح الارض دلوقتي، انا بستخدم منتجات بريكس مصري وبينظف ريحته حلوه جدا، انا بحط شويه صغيرين قوي قد ربع غطا كده في ميه المسيح، بتلمع الارض معايا وبتنظفها كويس. برضو المساحه، ياها المساحه دي على فكره ما شاء الله ممتازه، لو لسه ما جبتهاش انا بحبها اكتر من الفتاله او اللي اسمها ايه، هي الشرشوبه، بحبها اكتر منها، دي بتلم الدنيا معاكي كده، ما بتخليش فتل، ما بتخليش بواقي شعر او اي حاجه، بتلم كل حاجه، وفي نفس الوقت ليها غيارات، انت بتغيري بقى، انا بخليها واحده للمطبخ ومخليها واحده للصاله والاوض اللي زي كده، غير انها بتنضف بسرعه جدا يعني ما بيلزقش فيها تراب ولا بيلزق فيها اي حاجه. في واحدة من المتابعات بتسألني بتقولي انتي ليه بتلبسي اسود كتير، او انتي معظم لبسك في روتينات اسود. بصوا انا مش برتاح في شغل روتين او تصوير روتين غير وانا لابسة العباية السوداء، وخاصة العباية السوداء اللي انا لابساها دي. بصوا برتاح يعني، بحس ان انا كده ايه، مش بفضل اتعب في زاوية التصوير كل شوية، بحس ان انا محتشمة الحمد لله رب العالمين، فمش بحب الالوان ولا بحب لبس البيت يعني، انا بصور دلوقتي في بيتي، فكتير داخلين بيتي بيبصوا عليا بيبصوا على بيتي يعني خلاص كأنهم قاعدين معايا في البيت، فاكيد لما حد هيجيلك في البيت طبعا مش هتقابليه بجامة البيت او بلبس البيت يعني، هتلبسي لبس كأنك طالعة، فانا عشان كده بلبس كأني هخرج، عشان الناس اللي داخله لي البيت انا بقابلهم بلبس الخروج مش بقابلهم بلبس البيت. ايه رأيكم يا جماعة في دولاب الجرار ده؟ انا يعني بندم ان انا عملته للولاد في الأوضة بتاعتهم دولاب جرار، انا مش بحبه خالص، بيدخل تراب
ومش بحسه محكم. انا بحب النوع القديم ده اللي هو فيه ضعف، واقفلها كده وتمام زي الفل. البخاخ اللي معايا ده مش فلاش، هو العلبة العبوة نفسها بتاعت فلاش خلصت، وانا شطفتها كويس وحطيت فيها مية وحطيت فيها غطا واحد من الديتول، مش الديتول نفسه، برضه الديتول مقطعة. انا جايبة حاجة زي الديتول كده من خير زمان، مكتوب عليه ان هو صناعة خير زمان، يعني مصري يعني مش مستورد. والله والعبوة ما تفرقش حاجة خالص في استخدامها عن الديتول، ريحة ما شاء الله قوية وبيعقم وكل حاجة. انا بحب امسح الاسطح دايما، واي حاجة بتيجي عليها ايدينا بحب امسحها بمية، يعني ديتول مخفف بالمية. المهم العبوة دي هبقى اصورها لكم، انا اي حاجة بكلمكم عليها زي كده لو عايزين تشوفوها، او انا في العادي يعني بصورها وبنزلها لكم على المنتدى، هتلاقوني كاتباها وكاتبة السعر بتاعها ومصورة لكم الحاجة نفسها. العبوة دي كانت تقريبا 600 مللي، كانت ب 35 او 45 جنيه، مقارنة طبعا بسعر ديتول ولا حاجة، يعني هي ارخص وفي نفس الوقت حاجة منتج البلد بتاعتنا. انا عشان فاتحة الشباك فهتلاقوا صوت كلاكسات كل شوية بتاعت العربيات، هتلاقوا صوت مزعج شوية. قولولي انتوا بتتابعوني من اي بلد والجو عندكم عامل ازاي. في بلاد خلاص الشتاء فيها شد قوي وبتبقى كمان ايه تحت الصفر، احنا الحمد لله الجو عندنا في مصر معتدل، وخاصة كمان احنا عندنا في البحر الاحمر الجو دافي جدا، يعني البحر الاحمر كله يعتبر محافظة شتوية من الدرجة الاولى، يعني احنا كل اللبس بتاعنا ما ينفعش اصلا في القاهرة او الجيزة يعني او اسكندرية، عندكم تلج يا جماعة كتر خيركم ربنا يعينكم. احنا بالنسبة لنا الجو دافي، يعني انا بفضل طول الشتاء بلبس كم واحد بصراحة، يعني يمكن بخاف شوية على الاولاد بلبسهم اكتر من كم، ولكن احنا الكبار بيبقى الجو جميل منعش بالنسبة لنا. يعني لما بخزن الهدوم كل واحد عندي كل فرد بعمل له كيس لوحده عشان لما باجي اطلعها ما بقاش متلخبطة، واحيانا كمان الكياس زي كده عشان انا بنسى بكتب عليها الاسم، يعني اللي بيبقى محتاج اي حاجة بيبقى الكيس ده مثلا بكتب عليه نور، الكيس التاني بكتب عليه عبد الله، كل واحد هدومه في كيس بكتب اسمه عليها. الهدوم يا جماعة غليت بدرجة بشعة، يعني هي كل حاجة غليت بدرجة بشعة، ولكن الهدوم وخاصة ملابس الأطفال كمان غليت قوي، فاللي عنده حاجة يحافظ عليها سواء في الهدوم بقى أو في الأجهزة أو أي حاجة. أنا الشتا ده اشتريت السويت شيرت ده لأحمد، هو ده يعني يعتبر حاجة جديد يعني خروج وكده، ما اشتريتلوش أي حاجة بيتي لأن هو عنده بيجامات، وفي بيجامات كمان صغرت على عبد الله أخوه الكبير فهو بيلبسها، والبيجامة دي جبتها النور، هما دول الحاجتين الجداد بس اللي أنا اشتريتهم. برتب هنا هدوم نور، برتب البنطلونات كلها مع بعض والتيشيرتات اللي بكم. بصوا هدومنا خفيفة، يعني انتوا هتقولوا هدوم شتوي ايه دي، زي ما قلت لكم الجو عندنا لطيف ومنعش مش بيحتاج هدوم اتقل من كده. ده الجزء بتاع التيشيرتات اللي بكم، طبعا شايفة النوتة كلها بنكات، والفستان يعني حاجاتها برضو خفيفة، وفي جواكت طبعا بتلبس جواكت على الهدوم دي او الفساتين، وبرضه بعمل زي ما قلت لكم البنطلونات برتبها كلها فوق بعض. قولولي انتوا بتحسوا بحوسه كده شويه في موضوع تغيير الهدوم من شتوي لصيفي او من صيفي لشتوي؟ انا كنت بحس الاحساس ده في اول الجواز، بس بعد كده لا بقيت منظمه اكتر. لما كنت برتب الهدوم الشتوي والصيفي يعني حسب الفصول، بشيل الهدوم اللي مش في الفصل بتاعها، يعني لو احنا في الشتاء الهدوم الصيفي كنت بشيلها في شنط السفر، مش عارفة ليه لما كنت باجي اطلعها مش بحسها ريحتها حلوة. بعد كده جربت بصراحة الاكياس البلاستيك، الاكياس البلاستيك ريحتني في ريحة الهدوم اكتر من شنط السفر.
بس بقى لو انتوا تعرفوا حد في مكاني هنا في مدينة القصير بيبيع شنط تخزين حلوة وتكون جامدة، لان انا بشوف شنط التخزين اللي زي كده على مواقع على النت وكده، عايزة اطلبها اونلاين بس مش ببقى واثقة في الخامة، بحس ان هي ايه ممكن تتفلت سوستها في اي وقت، مش هتبقى يعني محكمة او مقفولة كويس، بس لو تعرفوا حد بيبيعها قولولي وانا اجيب منها. يعني في حاجة برضه انا كنت بعملها لما بخزن الهدوم، بحط كده عارفين في مكعبات مسك بتتباع، بتقسميها كده بالسكينة 4 ارباع، بتاخدي كل ربع وتحطيه في كيس او بتحطيه في شنطة حسب ما انت شايلة الهدوم بتاعتك في ايه، وممكن برضه توزعيه في الدولاب عادي بيعمل ريحة حلوة، او ممكن تجيبوا الورق المعطر ده اللي هو زي اللي بيتعلق في العربيات، بتجيبوه وبتحطوه في وسط الهدوم بيخلي ريحتها حلوة جدا. او ممكن حبات النفتالين يعني لو بتحب ريحتها، انا بحب ريحتها بس بخاف اجيبها في البيت وكده، اي بيت فيه اطفال يحذر من الحاجات دي. جبت هنا الدفايات من الشمس، خلاص كده اتشمسوا تشميسة حلوة، هما 2، واحدة لنور وواحدة لأحمد، أحمد صغير على فكرة عشان كده بينام جنب نور. الحمد لله رب العالمين، المهمة تمت بنجاح. كده خلصت الأوضة بتاعت نور، خلاص السجادة بعد ما بفرشها بحب أديها كنسة كده بالمكنسة حلوة، ومش فاضل غير إن أنا بس أعطر الأوضة عشان هما قربوا يجوا من المدرسة عشان أدخل أعمل الغدا. إذا أول مرة تدخلي عندي في القناة بتمنى إن انتي تشتركي وتكبري القناة بيكي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك الفيديو أول ما بنزله، وأكيد أكيد مهم اللايك جدا يا بنات للفيديو عشان يترفع وأكبر عدد يشوفه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبولي كومنتات مشجعة كده عشان أعمل فيديوهات من النوع ده كتير. اي حاجة بستخدمها في الفيديو بتكون قديمة عندي، يعني احنا الحاجة اللي موجودة عندنا بنستخدمها مش هنرميها. الكفتة دي اللي عملتها معاكم في الفيديو اللي فات، شفتوا الحاجة بتنفع ازاي اللي بنشيلها في الفريزر، طلعتها دلوقتي لان انا خلاص بصوا حيلة هد مش قادرة اعمل اي حاجة. وكان عندي برضو مكرونة بشاميل كنت شايلها في علبة كده كام قطعة يعني كانوا فاضلين، انا بعمل دايما لما بعمل مكرونة بشاميل بعمل صينيتين، بناكل صينية والصينية التانية لو اتاكل منها قطعة او قطعتين الباقي بيفضل بحطها في علبة وبشيلها في الفريزر، لما بيكون عندي زي كده كفتة بانيه بطلعها بكمل بيها الاكل. الكفتة هنا جيت على الطاسة حطيت معلقة من السمنة ونزلت الكفتة فيها، الكفتة خطيرة يا جماعة بعد ما تستوي لو عايزين تحطوا لها في حماية ماشي، هو الموضوع ده مضر بس بيدي الكفتة بينقل الكفتة لحتة تانية خالص، بس انا ما عملتش كده، ما حطيتش فحم ولا اي حاجه، بس سويتها كده على النار، هي ما بتاخدش سوا، انتوا عارفين اللحمه المفرومه بتستوي على طول، ما بقلبهاش خالص بالمعلقه خالص، بهزها كل شويه كده وبغطي عليها، بكون طبعا موطي النار. الحمد لله رب العالمين، اللهم ادمها علينا نعمه واحفظها من الزوال، ربنا يرزقكم باللي بتتمنوه واكتر. خلاص الولاد جم الحمد لله وهنتغدى، وانا كائن الكركديه، محدش يقول لي يا جماعه ايه الكركديه ده، انا كائن مصنوع من الكركديه. بشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.